8 سنين ما بشتغل مش بعمل حاجه غير اللي انا بشتغل في بنوك، لحد لما اكتشفت ان انا بضيع وقت، اللي الوظيفه هتهد كل حاجه كويسه في حياتي. فقررت ان انا اتمرد على الوضع واكمل في الحياه اللي انا بحبها. بنزل اصطاد سمك وببيعه واسلمه للمطاعم والمحلات. ابتديت الموضوع ده وانا في الوظيفه، كانت علاقتي بالبحر يوم الجمعة والسبت في الويك اند بس، وأيام كنت بزوق كده من البنك وبرضه بروح أصطاد. لحد لما الموضوع في آخر سنتين زاد معايا أكتر وخلاص ما بقتش قادر أستحمل. حسيت إن أنا وأنا بلبس البدلة عشان أروح البنك أنا بعمل حاجة أنا مش راضي عنها. ابتديتها من الصفر شوية لحد لما ربنا كرم. أول 6 شهور من بعد ما أخدت القرار دول كانوا أصعب 6 شهور في حياتي. ما كنتش عارف لسه الطريق ماشي ازاي، بس يعني قعدت اخبط شويه لحد لما ربنا كرم وعرفت الطريق. ابتديت ببوصه، كنت بصطاد ببوصه عادي جدا زي الناس كلها، يعني متهيألي ما خليتش حاجه في الصيد غير لما اتعلمتها. لحد لما جه وقت كده في الاماكن اللي انا بصطاد فيها ببقى شايف السمك بس مش عايز ياكل على الطعم او على الطريقه اللي انا بصطاد بيها. فقلت لا خلاص، انا قررت ان انا انزل للسمك ده، اشتري عده فري دايف وسبير فيشنج وهمسك البندقيه وهنزل اعيش مع السمك ده في العالم بتاعه. انا يومي بيبتدي بصحى الصبح بدري، اجهز عدتي، البدله بتاعتي والبندقيه والرصاص اللي انا هلبسه عشان اغطس بيه والماسك والفنس والحاجات دي كلها بجهزها وباخدها معايا في العربيه. بطلع على المركب، بحط العده بتاعتي في المركب وابتدي ان انا اطمن على الموتور بتاع المركب عشان ادوره. ادور الموتور واسيبه يسخن شويه وبعديها افك الاستقبال بتاع المركب اللي هي الحبال اللي انا رابط بيها المركب في المرسى، واقصد بقى ربنا في الرزق اللي هو كاتبه لي وابتدي يومي. بسعى بقى، بسعى بيبقى مثلا رحت جربت في مكان، هي اماكن بتبقى متجمع فيها السمكه مع الممارسه انت بتبقى عارفها كويس، فما لقيتش هنا بسعى هنا، ما لقيتش هنا بسعى هنا، لحد لما يومي يخلص. ويعني على قد اجتهادك على قد ما ربنا بيكرمك. يعني انظم نفسي الاول، بعدها بنزل اقعد في الارض تحت في القاع، ابتدي انادي على السمك. السمك بناديله بطريقه معينه، يا اما مثلا بخبط له بالبندقيه او بعمل له قضقضه بصوتي، يعني بناديله بصوتي كده تحت الميه اللي بعمل له قد 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 كده. السمك فضولي قوي، من الحيوانات اللي او من الكائنات الحيه الفضوليه قوي، فبتقرب بتبقى عايزه تشوف ايه اللي بيحصل، مين اللي ايه الصوت ده. فوانس اللي السمكه جت خلاص انا ببقى جاهز بالبندقيه بتاعتي وفي المكان اللي هي هتعدي منه وبضربها على طول، اطلع احطها على الفلوت. بيبقى معايا فلوت عوامه فيها المشاك، المشاك ده اللي هو الكليبس اللي انا بجمع فيه السمك بتاعي على مدار اليوم، اعلقها على الفلوت وبعدها انزل ادور على غيرها. اكتر واحده وقفت في ظهري في الموضوع ده هي مراتي. ما استغربتش، بالعكس ده وقفت في ظهري وقوتني واستحملت معايا حاجات كتير قوي، يعني بالذات في اول فتره لما سبت الوظيفه. يعني الحياه كانت صعبه شويه عشان احنا كنا متعودين على دخل ثابت، الدخل ده ما بقاش موجود، بقى بيجي بالدراع، بقى بيجي باللي انا لازم انزل اصطاد، وما اصطادتش النهارده هصطاد بكره، ما اصطادتش بكره هصطاد بعده، وهفضل احاول واسافر اماكن. الفرق بقى ما بين عالم الصيد وعالم الوظيفه، اللي انا حبيت العالم ده عشان ما فيهوش نفاق وما فيهوش رياء، وما فيش مثلا سمكه تكذب على سمكه عشان تترقى مثلا تبقى مش عارف ايه. يعني كل الحاجات السلبيه اللي انا كنت بعاني منها في البنك ما لقيتهاش في العالم اللي انا اخترته، فعشان كده قررت ان انا اكمل فيه وهو ده الحاجه اللي انا هنجح فيها.